هبدأ يا جماعة نلخص تاني الحتة اللي قلناها. أول حاجة من الفيزيكال بروبرتيز أوف ووتر إنه إكزيست إن ذا ثري ستيتس، السوليد ستيت أز أيس، الليكويد ستيت أز ووتر، ثم الجازوز ستيت أز ووتر فيبر. نمبر 2، الووتر قلنا جود بولر ديزولفر، او ان هو يعتبر مذيب قطبي جيد. ليه الووتر مذيب قطبي جيد؟ ووتر از جود بولر سولفنت. بحكم على المذيب الجيد يا جماعه ان هو بيدوب اكبر قدر من المواد. انا عندي لما الواحد بيحاول يكون مس او بيحصل بالصدفه اي حاجه في ملابسه او في الارض او في اي مكان فيه تلوث، يقول لك ايه، هات شويه ميه دوبهم بيها او نظفهم بيها. كلمه انظف الحاجه بالووتر معناها ان الووتر اللي عندي ده بيدوب المركبات اللي انا عايز انظفها، وبالتالي بتنسحب عن المادة. لو عندي حاجة على قماش على هدومي، لما احط المية وتدوب يبقى بيطلعها من القماش. أول حاجة بفكر فيها المية. ليه؟ Because الووتر ديزولف thousands of materials أو substances، بتدوب آلاف المواد، وعلشان كده يعتبر الووتر أفضل مذيب قطبي، good polar solvent. طب ايه السبب في ان الميه تعتبر افضل المواد المذيبه؟ قلنا علشان ثلاث اسباب. انها الايونيك كومباوند بتدوبها تقريبا، هو قال لك موست، انا بقول لك تقريبا كلها، او موست اوف ايونيك كومباوند، المركبات الايونيه بتدوب في سهوله في الووتر. المركبات الايونيك كومباوند ديزولف ايزلي ان ووتر، علشان كده ادي حاجه كويسه في الووتر. الكوفيلنت بقى اللي هي ايه؟ اللي هي زي الشوجر وزي الاويل، بعض هذه الكوفيلنت بتدوب، بس بشرط اللي تعمل هيدروجين بوند مع الووتر. يبقى الشوجر بيقدر يعمل هيدروجين بوند مع الووتر وبالتالي ديزولف ان ووتر. الاويل ما يقدرش يعمل هيدروجين بوند مع الووتر وبالتالي ما يدوبش فيه، فاصبح الووتر بيدوب موست اوف ايونيك سام اوف كوفيلنت ويتش ميك هيدروجين بوند مع الووتر، وبالتالي يصبح هو الاكثر اذابه لهذه المواد، فعلشان كده بيعتبر جود بولر سولفنت. تعال نشوف الكلام ده تاني كده اهو. يبقى الووتر اللي بيعتبر جود بولر سولفنت بيكوز، يبقى الاجابه دي يا جماعه هي بتاعتي. Give reason water is good polar solvent. اقول له because it dissolve most of ionic compound. Number two. And dissolve some covalent compound which make hydrogen bond مع الووتر. Number three, and other covalent compound doesn't dissolve in water as it can't make hydrogen bond مع الووتر. دول كده يا جماعة التلات أسباب اللي خلت الووتر is a good polar solvent. Give reason. Dissolving it تيبل سولت مع الووتر، لان التيبل سولت زينا عباره عن ايونيك. بيكوز ووتر از جود بولر سولفنت فور موست اوف كومباوند، اللي هو الايونيك كومباوند زي الووتر زي السولت تيبل سولت. نمبر 2 ديزولفينج الشوجر، ليه الشوجر بيدوب في الميه اولزو بالرغم انه هو يعتبر ايه من الكوفيلنت كومباوند. الطبيعي يا جماعه المفروض الكوفيلنت كومباوند ما تدوبش في الميه لان الميه بولر، المفروض يدوب الايونيك بس، لكن ما يدوبش الكوفيلنت. طب اشمعنى دوب الكوفيلنت المره دي؟
لان في هذه الحاله الكوفالنت دي بتاعت الشجر بتعمل هيدروجين بوند مع الووتر، وبالتالي هتدوب في الووتر از ات فورم هيدروجين بوند مع الووتر. طب امال ايه اللي يدوب الكوفالنت كومباوند الطبيعي؟ انا عندي المذيبات نوعين، في مذيبات عضويه ومذيبات قطبيه كوفالنت و اللي هي مركبات او المذيبات العضويه زي البنزين والكحول والحاجات ديت تعتبر مذيبات عضويه ودي تدوب الكوفالنت، تمام؟ الاورجانيك اللي هي المركبات العضويه اللي هي الاورجانيك ديزولفر زي البنزين، انا لما ينزل على هدومي مثلا اويل زيت، الميه ما تطلعش الزيت ليه؟ because الاويل doesn't dissolve in water as can to make hydrogen bond مع الووتر. لكن لما احط بنزين او كحول على هذا الاويل يدوب. ايه اللي يخليه يدوب؟ ان البنزين او الكحول بسميه اورجانيك ديزولفر او مذيب قطب عضوي. المذيب العضوي ده يدوب المركبات العضويه او المركبات التساهميه. يبقى انا عندي الووتر ده الميه ميزتها انها بتدوب كل الايونيك الطبيعي بتاعها، تدوب الايونيك زياده على الايونيك، بتدوب شويه كمان من الكوفيلانت اللي تعمل معاها هيدروجين بوند، علشان كده تعتبر ذا موست اوف بولر سولفنت. نمبر سي، الاويل دازنت ديزولف ان ووتر، ده الطبيعي الاويل عشان كوفيلانت الطبيعي ما تدوبش في الميه، ولكن السكر المفروض كمان ما يدوبش في الميه، ولكن عشان قدر يعمل هيدروجين بوند مع الووتر فده الاويل طبعا بيكوز ات كوفالنت كومباوند ويتش كانت ميك هيدروجين بوند مع الووتر. نمبر 3، من الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، رايزنج اوف ووتر بويلنج اند فريزنج بوينت. خلي بالك انا قلت لك في الاول ايه؟ ليه الووتر ابنورمال بروبرتيز عن الكوفيلنت اللي زيه؟ الووتر ده كوفيلنت المفروض خصائصه كلها تتطابق وتشابه البروبرتيز بتاعت الكوفيلنت كومباوند اللي زيه، انما في اختلاف. البروبرتيز بتاعت الووتر ابنورمال عن البروبرتيز بتاعت الكوفيلنت كومباوند، ايه السبب؟ قال لك الويك هيدروجين بوند، ياه بقى الويك هيدروجين بوند دي غيرت، خلت الووتر بروبرتيز ابنورمال زان ذا اذر كوفالنت كومباوندز. منها رايزنج ارتفاع البويلنج اند فريزنج بوينت اوف ووتر، السبب في اختلافها عن الكوفالنت اللي زيه الهيدروجين بوند. هتشوف كده it was supposed that المتوقع ايه؟ The boiling point of water is 100 than 100 المتوقع انها تكون غليان الميه اقل بكتير من 100، مش اقل بس اقل بكتير. الله، امال ايه اللي خلاها 100؟ ايه اللي رفعها ل 100؟ حاضر، برضه المتوقع ان الفريزنج بوينت اوف ووتر تكون اقل بكتير من الزيرو بالنيجاتيف. الله، امال ايه اللي خلاه تبقى زيرو؟ تمام، الحاجتين دولت اختلافهم سببه وجود الهيدروجين بوند الموجوده among the water molecules، مش في الميكيول واحد، water molecules في الميكيول واحد نوع البوند عباره عن single covalent bond، لكن among the molecules of water هيدروجين بوند ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس ما بين الاكسجين والهيدروجين في الديفرنت مولكيولز، وده بسميها هيدروجين بوند. جيف ريزون ليه بات ذا نورمال اتموسفيريك بريشر، بسبب النورمال اتموسفير اللي هو الضغط الجوي المعتاد، بيور ووتر بوين عند كام؟
طبعا هنا يا جماعه يعني اصل هنا ايه، مش بسبب، اسف، يعني في وجود، يعني في الضغط الجوي العادي، لان لو انا زودت البريشر على الووتر يختلف درجات غليانه ودرجات انصهار وتجمده. لكن عايز اقول لك ايه، انا في الضغط الجوي العادي في النورمال اتموسفيريك بريشر، علشان ما تقولش بقى ايه ان انت زودت الضغط فاثر على البويلنج او الفريزنج، لا، في الضغط الجوي المعتاد لقينا البيور ووتر بويل عند ووتر عند 100، بالرغم ان هو المفروض يكون اقل من 100، كمان الفريز عند زيرو والمفروض يكون اقل من زيرو، بالرغم ان انا شغال في الضغط الجوي الطبيعي اللي هو ما ياثرش على لا بويلنج ولا فريزنج بوينت اوف ووتر. امال ايه اللي حصل؟ قال لي ده كله سببه البريزنس اوف هيدروجين بوند بتوين اتس مليكيولز. يبقى الابنورمال بروبرتيز، ذا ابنورمال بروبرتيز اوف ووتر ديو تو ذا بريزنس اوف هيدروجين بوند among water molecules. المفروض الووتر بويل عند 100، اقل من 100، وفريز اقل من زيرو. ايه اللي خلى الووتر يحصل بويلنج عند 100؟ وايه اللي خلى الووتر فريز عند الزيرو بالرغم ان هو اقل من كده؟ بيقول لي في حاله الضغط الجوي المعتاد، يعني انا بخصائصي بشغلي اللي انا بعمله مفيش تاثير على الووتر نهائي، انا شغال في ضغط جو طبيعي جدا، فالسبب هو حاجه تانية وهو الهيدروجين بوند الموجوده among the water molecules. نمبر 4 من الفيزيكال بروبرتيز، ووتر density decrease on freezing. الماده الوحيده اللي بيحصل فيها الكلام ده، هتركز معايا لو سمحت، المية لو انا خدت الخط ده وقلت ده الزيرو وده الفور وده الوان هاندرد، اي مادة يا جماعة بتسخن الكثافة بتاعتها بتقل، و تبرد الكثافة بتاعتها بتزيد. والكلام ده تعالى بس افكرك بيه كده حتة، قلناها السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الاير وبتاع الاير كونديشن والحاجات دي كلها والهيتر، لما قلنا الاير ده كان بيسخن مع الحراره، كنت بس بعمل هيتر تحت ليه؟ الهيتر يعمل ايه؟ هيت للاير، لما الاير حرارته تزيد الداس تقل اند رايس اب، انما الكولد اير فوق اللي عنده هاي دنسيتي ينزل تحت. فدايما الطبيعي الحاجه اللي تسخن الداس بتاعتها بتقل. هقول الحته دي تاني، تقريبا في الصوت قطع في حتتها تاني، الصوت قطع، تمام، هعيدها من الاول تاني يا جماعه. انا هقسم درجه الحراره بتاعتي من عند الزيرو اللي هي فريزنج بوينت اوف ووتر لل 100 الميلتنج البويلنج ووتر اوف ووتر، وهقارنها واقول ان هقسمها الى منطقتين. قلت قبل ما اقسمها اقول لك الطبيعي ايه اللي بيحصل لاي ماده. اي ماده بتسخن التمبريتشر بتزيد الدنسي بتقل. الاير بتاع الهيتر او بتاع الاير كونديشن لما كان الاير بيسخن الدنس بتاعته بتقل رايس ابورد، وبعدين الهواء اللي فوق يعتبر ابرد هاي دنسي موف داون وورد، يبقى اي حاجه باي هيتنج الدنس بتاعتها ديكريز. طيب تعال نشوف الووتر. قال لك الووتر نفس الكلام بس في الحته من عند 100 لفور. ازاي؟ يعني هنا بعد فور لما الحراره تزيد الدنس بتقل، ولما الحراره تقل الدنس بتزيد لحد ما يصل الى الفور. من فور لزيرو، من فور لزيرو الوضع بيختلف، الحراره تقل ثم الدنس تقل تاني. انا كنت اي ماده باي انكريز ذا تمبريتشر، التمبريتشر بتزيد الدنسيتي ديكريز، التمبريتشر بتقل الدنسيتي انكريز عكس التمبريتشر، يبقى التمبريتشر انكريز حاجه تسخن اتس دنسيتي ديكريز، التمبريتشر ديكريز
الحاجه تبرد اتس جالس انكريز. يجي عند الووتر بقى من عند فور الوضع اتقلب باي ديكريز ذا تمبريتشر، الحراره بتقل تقوم الدنستي كمان تقل. تمام؟ من عند كام؟ من 4 ل 0، يعني عند 4 عادي جدا. يبقى اكبر دنستي للووتر عند درجه 4. تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي. Water is not like other matter. طبعا لا تتشابه مع مواد ثانيه في الحته دي بالذات، وخصوصا في الرينج بتوين 4 اند 0. Where the density in the solid in the solid state of ice، الحالة الصلبة بتاعتها lower than بتاعة الليكويد بتاعتها. ليه؟ آدي السبب بقى يا جماعة. الأول أشرح لك الأول عشان يراها صح. الووتر لما يا جماعة لما يحصل له decrease في التمبريتشر ويحصل له freezing، الأنجل تعالى بقى بص بص الأنجل جت أهي، الأنجل اللي هي 104.5، الانجل دي بتخلي المليكيولز اوف ووتر في حاله الفريزنج تاخد الشكل اللي هو الهوت سيجنال، الشكل السداسي. هذا الشكل سيجنال شيب بيكون واخد اهو اللي هو ده يا جماعه كده اهو اهو اهو، بيكون هذا الشكل ده سببه ايه؟ حاجتين هنقول، الانجل مع الهيدروجين بوند، وخصوصا الهيدروجين بوند اللي عامله الابنورمال بروبرتيز اوف ووتر. يبقى لما الووتر ده يحصل له فريزنج، المليكيولز بتاعت الووتر بتاخد الشكل الهكسجنال، الشكل السداسي. ولكن الزياده بقى بيكون في فراغات كتيره في هذا الشكل، وهذا الفراغات يزود الفوليوم بتاعي وبالتالي حجم الميه يزيد. لما احط انا ميه في الفريزر في ازازه اوعى تبنيها على الاخر، وخد نفس الرابعه الكلام ده، لان لما الووتر يحصل له فريزنج الفوليوم بتاعه بيزيد، لو زاد هيعمل بريك يضغط على الازازه اكسبلود. طب ايه السبب في ان الحجم بتاع الووتر انكريز مع الفريزنج؟ اهو تعال شوف كده بقى. Because of when the temperature of the water become more، كام بقى؟ بص بص بص، اقل من كام؟ اقل من 4. Less than 4. يبقى الفيصل عندي من 4 لحد 100، من 4 وانت طالع الميه زيها زي اي سبستانس بيحصل لها نفس البروبرتيز. الشغل كله من 4 ل 0. لما تبقى less than 4 water molecules are collected على شكل together، بس سببه ايه؟ الهيدروجين بوند forming a large size of hexagonal ice crystals، بلورات سداسيه الشكل حجمها كبير. طب حجمها كبير ليه؟ ايه اللي خلى حجمها كبير؟ اهو which with many spaces، فيها فراغات كتيره، والفراغات دي يا جماعه هي اللي زودت الفوليوم بتاع الهكسجنال شيبز بتاعت الووتر. Between them, so its volume increase and thus لذلك its density decrease. يبقى تاني، ليه الووتر لما يحصل لها freezing its density decrease؟ أنا عارف يا جماعة إن density inversely مع الفوليوم. Inversely يعني مش دايركت، inversely يعني لما الفوليوم يزيد الدنسي بتقل. خدناها في سنة أولى. يبقى density inversely proportional مع الفوليوم. By increase the volume the density decrease. طب هنا بقى ايه اللي خلى الووتر لما حصل له freezing its density decrease؟ اللي سببه الشيب اللي بتاخده الكريستالز اوف ايس. When the water temperature decrease than 4 بيحصل collect لهذه المولكيولز على شكل كريستالز واخده الشكل السداسي نيوكلير شيب. هذا الهكسجنال شيب بيبقى فيه سبيسز كتير، وهذا السبيسز بتزود الفوليوم، وبالتالي الفوليوم يزيد الدنستي تقل. اللي مش فاهمها يا جماعه تاني يقول لي اعدها له لو سمحتوا. اللي مش فاهمها يقول لي اعدها لي لو سمحتوا يا جماعه.
عشان بس ايه ما نسيبش حاجة واحنا عندنا فيها مشكلة. تمام، اتفضلي ياسمين. ممكن معلش تعيدها تاني؟ حاضر يا حبيبتي، شكرا ياسمين، كتر خيرك، شكرا. هقول تاني يا جماعة، الووتر الطبيعي بتاعه زي ما قلنا زيه اي زي اي ماده من عند ال 100 لحد ال 4، الحته دي كده زيه زي اي ماده عادي خالص. بالعربي اهو، حرارته تزيد كثافته تقل، ودي احنا خدناها زي ما قلنا السنه اللي فاتت في الاير كونديشن لما كنا بنحطه فوق ليه؟ علشان الاير تبرد، لما الاير اتس تمبريتشر ديكريز الدنسيتي بتاعته بتزيد انكريز فينزل تحت. الميه زيها زي اي ماتيريال في الرينج ما بين 0 لحد 100، تمام. لكن من عند 4 ل 0، من عند 4 ل 0 الميه خصائصها تتغير تماما. درجه الحراره المفروض الطبيعي هنا في الزيرو من 100 ل 4 الطبيعي الحراره تقل، ذا تمبريتشر ديكريز الدنسيتي انكريز. لكن من عند 4 ل 0 التمبريتشر ديكريز الدنسيتي ديكريز. الله، ليه؟ قال لي تعالى اقول لك بقى. لما الووتر يا جماعه اتس تمبريتشر ديكريز عن الفور، يبدا كولكتد البارتيكلز بتاعته او الموليكولز بتاعته تتجمع على شكل هيكسجنال شيب، شكل سداسي. وهذا الشكل السداسي سببه حاجتين زي ما قلت لك، الانجل اللي قلت لك في الاول كانت 104.5، و هيدروجين بوند اللي موجوده امونج ذا مليكيولز اوف ووتر. الحاجتين دولت يخلوا الووتر مليكيولز يتجمعوا على شكل هكسجنال شيب. والشكل السداسي اللي بيعمله هذه البلورات الكريستالز بيكون فيه فراغات كتير، فالفراغات ديت يزود الفوليوم. وانا عارف ان الفوليوم انفيرسلي مع الدنسيتي، الفوليوم يزيد الدنسيتي تقل، وعلشان كده الووتر لما تحول لايس حجمه بيزيد في الجلاس. انا ما قلت انت بتحط كوبايه او تحط ازازه فيها ميه على الاخر تنفجر، وده لان الميه لما تتجمد تبقى ايس الفوليوم بتاعها بيزيد. ولو زاد طبعا، لو زاد هيضغط على الجلاس ويحصل لها اكسبلود. طب ايه اللي خلاه بيزيد؟ لانه عندما تجمد الووتر، when the water freezing and كون ايس، هذه الكريستالز اوف ايس بيبقى لها شكل معين، الهكسجنال شيب، الشكل السداسي. هذا الشكل السداسي سببه الهيدروجين بوند اللي موجوده among the water molecules بلس الانجل 104.5. طب ايه المشكله في الشكل السداسي؟ المشكلة إن هذا الهكسجنال شيب بيكون بينه وبين بعضه في سبيسز كتير، فراغات. فالحاجة لما يكون فيها فراغات كتير معناها هيزود الفوليوم. طب لو الفوليوم زاد الدنسيتي تقل. نقراها تاني، بيكوز when the temperatures of water becomes less than 4 degree by hydrogen bond forming large size of hexagonal ice crystals، بلورات ثلج سداسية with many spaces. هنا بقى الفراغات كتيرة بقى، هو ده الشغل، الفراغات. هذه الفراغات هي اللي بتزود الفوليوم، spaces between them so الفوليوم بيزيد. والعلاقة بالفوليوم والدنسيتي علاقة قلنا inversely so الدنسيتي بتقل. تاني بيقول تاني give reason ice float on the water surface. طبعا ice float ليه يا جماعه؟ لان الدنسيتي بتاعت الايس less than the density of water.
هنا بقى الشكل ده انا عايز الناس تشوفه وتركز فيه قوي. الشكل اللي عندي ده اللي هو بتاع الووتر ده بيقول لي ايه؟ ده الشكل العلاقه ما بين الدنس بتاعت الووتر والتمبريتشر. الشكل ده كده اللي هو ده. خلي بالك انا عندي دي درجات الحراره، ادي الزيرو، تعالى بقى الاول ده الزيرو اهو، ده الزيرو وده عباره عن 2 3 4 وهكذا. لو انا خدت دي بقى، طبعا هو جايب هنا كده عشان يكبرها ويقول لي ايه الفرق. لو انا جيت عند الحراره 4 اجد ان اكبر درس الووتر هي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر عند الحراره اهي 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 كده 4. تاني يا جماعه، الرسمه بتوضح لي علاقه ما بين مين؟ ما بين التمبريتشر والدنسيتي. بيقول لي خلي بالك لو انا جيت اشوف اعلى الرسمه اهي، الرسمه دي اعلى دنس الوتر فين؟ اهي اهي عندي كام درجه؟ عندي 4. طيب كام الدنس بتاعته عند 4؟ قال لي 1، لان اتفقت معاكم ان من عند 100 لحد 4 ومن 4 لزيرو الاثنين دولت عكسي، ده الحراره تقل الدنستي تزيد اهو 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 لحد الفور. من عند فور الحراره تقل الدنستي بتقل، فاصبح اكبر كثافه للووتر عند فور. طيب كام هي عند فور؟ 1. ويبقى على جانبي الجراف هنا او هنا هتبقى العكس، بتقل. اعلى كثافه الووتر هي عباره عن 1، واقل كثافه الووتر عندي زيرو. طبعا الفرق مش كبير يا جماعه، ولكن 0.000 او 0.9 تقريبا او 99، ده معناه اقل، بس اقل من 1 ان شاء الله، حتى اقل 1.00001 ايا كان، ما دام اقل من 1 float on the water surface. ده اللي عايزين نقوله من هنا اهو. في الاوبزيت فيجر شون ذا change of the water density by changing temperature where the highest اعلى value of density of water عند 4 ودي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طيب the lowest value of density عند كام؟ 0. اقل حاجه عند الزيرو اللي هي تعتبر 0.9، وبالتالي عند الزيرو الايس يبقى معنى كده هتبقى اقل كثافه and float on the water surface as its density less than the water. تمام كده بقى احنا خلصنا تقريبا الجزء الخاص بالفيزيكال